السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل استنفار أمريكي مع التئام كبرى القوى اليمنية، وإلى التفاصيل. استنفرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد سفيرها في اليمن بالتزامن مع اختراق جديد بملف السلام بين القوى اليمنية الأكبر. وعقد السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لقاء عاجلا برئيس السلطة الموالية له جنوب اليمن رشاد العليمي، أفادت مصادر حكومية في عدن بأن اللقاء كرس لمناقشة خطوات فتح الطرق الأخيرة في تعز ومأرب، مشيرة إلى أن السفير أبلغ العليمي برفض الخطوة باعتبارها مناورة، وأكد ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل. وجاء لقاء السفير الأمريكي بالعليمي بعد ساعات على رفض سلطات الإصلاح بتعز توجيهات وزير الدفاع في حكومة عدن بوقف تنفيذ اتفاق لفتح طريق المدينة الحوبان. ويأتي اشتراط أمريكا اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان مساعيها لتنفيذ أجندتها وأبرزها وقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي تضعها كشرط للسلام في اليمن. ويعكس الحراك الأمريكي حجم الذعر من اتفاق القوى اليمنية، خصوصا حركة أنصار الله وحزب الإصلاح اللذان توحدهما المواقف بشأن ما يجري في فلسطين رغم صمت القيادات الحزبية المرتبطة بأمريكا في الخارج. طبعا كل أعمال أمريكا كما قلنا في السابق تتم اليوم بهدف إيقاف الهجمات اليمنية البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، هذا هو هدف أمريكا الوحيد. أمريكا الآن لم تعد تريد شيئا من اليمن إلا إيقاف هذه العمليات، وتضغط بكل الوسائل والسبل، ولكنها إن شاء الله لن تفلح، فموقفنا ثابت وهو مع غزة إلى أن يتم النصر بإذن الله. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.